لدي زوجة وقد ابتليت بمرض الصرع، وهي تواجه صعوبة في تربية أطفالها، وأنا أريد أن أقطع النسل لهذا السبب، علما بأنه يتم تربية الأبناء عند امرأة أخرى، ما توجيهكم؟ هذا عذر شرعي إذا كانت المرأة ما تتحمل الحمل لأنها فيها مرض ولا تقوم بتربية الأولاد لأن فيها مرض يعترضها، هذا عذر شرعي، تزوج غيرها، أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، تزوج غيرها وخلها هي عندك وأحسن عشرتها، وهذه مريضة وهي معذورة في ما جرى عليها، فإذا أنك ما أردت أنها تحمل لأنها بهذه الصفة مريضة هذا عذر شرعي. نعم.